السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. سنخصص هذه الحلقة للحديث عن سقوط 26 مدنيا جراء قصف التحالف سوقا شعبية في محافظة صعدة، وأيضا عن مستقبل عمليات التحالف في ظل استمرار الانتهاكات بحق المدنيين. استشهد 26 مدنيا وأصيب آخرون إثر قصف جوي طال سوقا شعبية في محافظة صعدة معقل ميليشيا الحوثي. مصدر محلي قال لقناة بلقيس أن قصفا جويا طال سوق الليل بمفرق وادي علاف في مديرية سحار وسط محافظة صعدة أثناء ازدحام السوق بمرتاديه، ما تسبب بسقوط الضحايا. وأوضح المصدر أن القصف الجوي طال السوق الذي يرتاده المواطنون من محافظات صعدة وحجة وعمران، ولم يصدر عن التحالف العربي بعد أي بيان حول الحادثة. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: إلى متى يستمر التحالف باستهداف المدنيين؟ وماذا يمكن للمنظمات الدولية والجهات الحكومية فعله لإيقاف هذه الانتهاكات؟ نتابع سويا هذا التقرير ومن ثم نعود لبدء النقاش. غارات مستمرة وخاطئة أيضا، رغم كل الانتقادات التي ترافق غارات التحالف العربي التي يذهب ضحية بعضها مدنيون، إلا أن التحالف بنظر مراقبين ما يزال غير آبه بما يحدث على الأرض، فصواريخه تأخذ أرواح مدنيين بينما تتحرك ميليشيا الانقلاب بشكل واضح ومعلن. أكثر من 20 شخصا قتلوا نتيجة غارة للتحالف العربي الذي تقوده السعودية والإمارات. كان القتلى بحسب رويترز يتجولون بسوق مديرية سحار الواقعة في محافظة صعدة. ووفق شهود لرويترز فإن الضربات الجوية حولت السوق التجارية وفندقا يقع فيه إلى كومة من الألواح، بينما جمعت الفرق الطبية جثث الضحايا. تقع مديرية سحار قرب الحدود اليمنية السعودية، الحدود التي تشهد توترات بين السعودية وميليشيا الانقلاب، وأتت حادثة التحالف الأخيرة متزامنة مع ارتفاع ملحوظ للضربات الجوية السعودية على المنطقة الحدودية. لم يصدر بعد بيان من التحالف العربي يوضح طبيعة الغارة الأخيرة، لكن هذه الغارة نفذت بعد اتهام السفير السعودي لدى الأمم المتحدة الثلاثاء الماضي أمام مجلس الأمن الحوثيين بإطلاق 30 صاروخا باليستيا باتجاه حدود السعودية. ليست هذه أول غارة للتحالف العربي تشهد جدلا محليا ودوليا حول نتائجها الخاطئة، فقد سبق أن وجهت للتحالف اتهامات دولية بقصف أماكن مدنية. تستمر غارات التحالف العربي ضد ميليشيا الانقلاب، لكنها بحسب مراقبين تثير استفهامات كثيرة حول طبيعة أهدافها التي لم تعد تصيب الأهداف العسكرية للميليشيا الانقلابية فقط بل مدنيين أيضا. لطالما أكد التحالف أنه لم يأتي إلا لحمايتهم. إذا مشاهدينا نستهل النقاش وينضم إلينا ناشط الحقوقي البراء شيبان، سينضم إلينا من لندن. مساء الخير أستاذ براء. مساء النور وأهلا وسهلا بك وأهلا بالمشاهدين الكرام. أهلا بك سيد براء. استمرار وقوع الغارات الجوية وأيضا سقوط ضحايا مدنيين وصمت الحكومة اليمنية والمنظمات الدولية إزاء ما يحدث، كيف يمكن أن يفهم أو يفهمه المتابع لما يحدث في اليمن؟ أنا أعتقد أن استمرار العمليات بهذا الشكل وبالرغم من الكثير من التحذيرات من قبل الكثير من الجهات سواء الحقوقية أو حتى الذي محسوبة كانت قريبة للتحالف، توضح أن لدى التحالف إشكالية حقيقية لم يستطع التعامل معها، لم يستطع أن يوجد حل لارتفاع نسبة الضحايا بهذه الطريقة. الإشكالية أنه عندما تكتشف أن هناك خطأ ليس هناك آلية للمعالجة، والعملية تتم واضح أنها تتم بنفس الآلية بنفس الطريقة وليس هناك آلية للمعالجة. واحدة من الأشياء البسيطة الذي اقترحت في مرات السابقة عندما كان يتم تقييم هذه الضربات أن المناطق التي ليست في مواقع اشتباك يتم تحييدها ويتم تجنيبها من الضربات.
نعم. لكن للأسف هذا ما لم يتم. ومثل ما ذكرتم في التقرير، لوحظ الفترة الأخيرة أن هناك ارتفاع في الضربات الجوية، خصوصا في المناطق التي هي قريبة للمناطق الحدودية. لكن سيد براء، هل ما زال من المنطق وصف هذه الضربات بالخطأ حتى اللحظة؟ أنا لا أعتقد، أنا بالنسبة لي أوصفها منذ 2015 وليس حتى هذه. أنا بالنسبة لي منذ 2015 كنت أقول أن هناك انتهاكات كبيرة يتم التغاضي عنها، وهناك كانت محاولة لتجاوزها. أنا بالنسبة لي أصنفها ضمن انتهاكات وليس فقط أخطاء. أنا ممكن أفهم أن هناك خطأ إذا كان وقعت ضربة مثلا في منطقة قريبة جدا لمنطقة الاشتباك، ممكن أن نتفهم أن هذا خطأ، لكن أن تتكرر نفس الطريقة ونفس الحادثة بي 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 فقط الفرق الوحيد هو موقع الضربة، أعتقد أن هناك مشكلة أساسية. والتحقيقات التي قامت بها التحالف، يعني عندما يعترف التحالف بنفسه أن هناك أخطاء، ليس من الواجب الحكومة اليمنية والتحالف كذلك أن يجنب المناطق هذه الضربات في المستقبل. الإشكالية أن هذه الضربات هي بطبيعتها تخدم جماعة الحوثي. جماعة الحوثي الآن تستغل كل ضربة وتراهن، هي لا تراهن على صمودها إلا أن التحالف سوف يقوم بمزيد من الانتهاكات. هذا يساعدها في تجنيد المزيد من المقاتلين، وندخل نحن في اليمن في حلقة يعني لا تنتهي، دوامة لا تنتهي من العنف والعنف المضاد. النقطة الثانية والتي هي مهمة أن الحكومة اليمنية التي هي تقدم نفسها أن هي الحكومة الشرعية، نعم، عليها أن تقوم بالتحقيق، تعلن نتائج الانتهاك، ثم تطلب من التحالف بشكل رسمي أن يتوقف أو أن يحيد كل هذه المناطق من الضربات. وقد طلبنا هذا في السابق عندما تعرضت منطقة حجة لضربة سابقة كانت في سبتمبر من هذا العام. نعم. وللأسف الانتهاكات تتكرر، الضربات تتكرر، نعم، وليس هناك ما أحد يسمع. والحكومة اليمنية يراهنوا أن فقط الناس سوف تنسى ويتجاوزها الزمن. نعم سيد براء، تكرم بالبقاء معنا. نشرك معنا بالنقاش، سينضم إلينا من الرياض الأستاذ سلمان عسكر، مدير مركز المعلومات بصحيفة الوطن السعودية. سيد سلمان، بداية مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بك سيد سلمان. دعنا نبدأ معك سيد سلمان من الغارة الأخرى أو آخر غارة للتحالف العربي التي راح ضحيتها مدنيين وحدثت في صعدة. قالت الأخبار الأولية أن عدد ضحاياها وصل إلى 26 مدنيا. السؤال هنا، إلى متى ستستمر الغارات التي تستهدف المدنيين في اليمن؟ أولاً عزيزي، في البداية أشكركم على الاستضافة. أهلاً بك. ويبدو أن الإحصائيات تصلكم، وتصل الإعلام القطري، وتصل الإعلام الحوثي قبل أي حدث. الإحصائيات تصلكم قبل أي حدث. يا عزيزي، ناطق التحالف العقيد الركن تركي الحارثي صرح قبل قليل وقال نحن نتابع باهتمام ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة من ادعاء حول استهداف التحالف لسوق السحار في صعدة. دائما وكما هو المعتاد، التحالف عندما يحصل أي خطأ يعترف، ولعل الصالة الكبرى أحد هذه الأدلة على اعترافات التحالف المسبقة. هذه الغارة التي تتحدثون عنها لم تصل أي معلومات عنها، ولا تزال التحقيقات جارية. وعندما يكون الطرف التحالف طرفا فيها، فإنه بكل شفافية سيظهر ويوضح ملابسات الموضوع. لكن في المقابل، بالأمس الثلاثاء هناك استهداف بصاروخين كاتوشا، نعم، لعاصمة الجوف الحزم، وذهب ضحيتها عدد كبير من الأطفال والأسر، ولم نجد الإعلام يفتح أو يحرك ساكنا تجاه ذلك. بل الغريب في هذا، الأمم المتحدة غاضت الطرف عن هذا الأمر تماما.
الانتهاكات سيد سلمان، الانتهاكات من جميع الأطراف، قناة بلقيس تغطيها بشكل كامل، ويعني لا يوجد لديها أي حسابات في هذا الجانب، يعني هناك ضحايا مدنيين يذهبون، يتم التغطية والتعامل مع ما يمس المدنيين بشفافية ووضوح. سؤالي لك يا سيدي، هل غطيتم الحدث اللي حدث أمس في الجوف؟ قرية الحزم؟ ماذا تقصد؟ يعني الصاروخ الذي ضرب، نعم لو تابعت الأخبار ستجد أنها متواجدة. هنا مشكلتنا ليست في التغطية، تغطيتنا نحن لا نعمل بالحياد فيما يخص المدنيين، هذا واضح من خلال لو تابعت القناة بشكل جيد. يعني هنا لا نحلل ما الذي تقدمه القناة، هنا السؤال عن هناك ضربات خاطئة تستهدف، ولا يعني لا يجوز أن نصفها بالخاطئة مع التكرار الكبير لهذه الغارات. سيد سلمان لو تتذكر الغارة التي قصفت الصالة الكبرى، كان هناك إنكار لاستهداف مدنيين لمدة أسبوعين أن التحالف لم ينفذ هذه الغارة، وبعدها تم الاعتراف أنه نعم هو من نفذ هذه الغارة ومن يتحمل مسؤوليتها. فأنت تقول الآن أن ما حدث أمس في صعدة لن يعني التحالف لا يتحمل مسؤولية ما حدث. أنا لم أقل لن يتحمل مسؤوليته، أنا قلت أنه تابع منذ اللحظة الأولى بعدما تم تداول هذه الأخبار على وسائل إعلام مختلفة مباشرة. ناطق التحالف العقيد الركن تركي الحارثي قال سنتابع باهتمام، ومعنى باهتمام بأنه من نفس اللحظة الموضوع يعني لا يتم توجيه التهم وعلى طول تلصق بالتحالف، هناك تحقيقات تجري، هناك جهات دولية تتابع، وعندما يتضح أنه التحالف سيظهر بكل شجاعة. أيضا استضافتكم هنا سيد سلمان هو للتوضيح، يعني طالما استضفناكم ونحن نبحث عن التوضيح، نبحث عن وجهة نظر الطرف الآخر لإيضاح الحقائق بشكل أكبر للمشاهد. بالفعل هو عندما تتضح الحقائق وتكتمل كل المعلومات فإن التحالف العربي سيعلن النتائج بكل وضوح وكل شفافية، ولكن على الطرف الآخر أن يعترف عندما تطلع الأدلة والإدانة عليه. نعم. طيب سيد، أيضا هناك غارات يعني حدثت في السابق كانت تستهدف مدنيين وتم التحقيق بها وحسمت وعرف المنفذ لهذه الغارات، لكن بالمقابل سيد سلمان هناك استعراضات عسكرية، هناك يعني بالآلاف استعراضات عسكرية على مدار اليوم بمناطق مفتوحة بحضور قيادات من هذه الميليشيات، وطيران التحالف يحلق في سماء المدن، بينما لا يتم استهداف هذه الحشود التي هي من تشكل خطر وتهديد على اليمن وعلى التحالف أيضا. ممتاز كلامك ومنطقي يا سيدي، أنت تعلم أن تحرير صنعاء لم يأخذ مع التحالف أسبوعا واحدة، ولكن كما صرح ولي العهد السعودي هناك تجنب لدماء الأبرياء وهذا ديدن التحالف. هل يعقل أن يضرب هدف؟ يعني لنفترض أن التحالف يعلم بأن عبد الملك الحوثي وهو هدف في تجمع كبير، هل سيستهدف هذا التجمع؟ لا، أنا هنا لا أقصد تجمع مدنيين، هناك استعراضات عسكرية بترسانات عسكرية بأطقم عسكرية، يتم تخريج دفع من المقاتلين الذين سيتم رفد الجبهات بهم سواء في حدود المملكة أو في الجبهات الداخلية باليمن. هذه الحشود بالآلاف، ولو تابعت وتابعنا نحن أيضا هناك حشود بالآلاف وتخرج دفع واحتفالات على مدار اليوم وحضور قيادات بارزة من هذه الميليشيات للتكريم وحضور يعني تخرج هذه الدفعات، ولا يتم يعني هناك أي تهديد لهذه الفعاليات، طيران التحالف يحلق في السماء ولا يوجد أي، بينما نجد ضربات تستهدف مدنيين. هنا التساؤل عزيزي، دعني أجاوب لك من شقين. أنت تقول يستهدف مدنيين، يا عزيزي أريد أن أوضح لك معلومة وللمشاهدين لقناة بلقيس، أن التحالف العربي يتبع قواعد وأحكام قانون دولية، ولا تنسى بأنه من المفترض أن كل شخص في اليمن هو مدني حتى يثبت العكس بشكل قاطع. كما تعلم في صعدة كان هناك مدرسة ابتدائية قبل كم شهر تقريبا 9 أشهر أو قرابة السنة تقريبا، وتم استهدافها من التحالف، وظهر الطرف الآخر الإعلام الحوثي بأنها مدرسة ابتدائية وتم استهدافها، بينما أريد أن أوضح لك وللمشاهدين أنه كان في نفس الوضع هناك تحذير من التحالف لبعض المواقع وأنها مواقع حرب، هذا أولا. ثانيا يا سيدي، كان هناك إجازة مدرسية للطلاب. ثالثا، اتضح للتحالف بما لا يدع مجالا للشك بأن هذه المدرسة تحولت إلى فكنة وإلى مخازن للأسلحة يستخدمها الحوثيين، لذا تحولت من موقع مدني إلى
هدف عسكري، هذا أولا. ثانيا بالنسبة للقوات التي أنت تقول على الحدود السعودية وتجري تدريبات وتجري تخريج دفعات، أنا أعتقد أن الحدود السعودية خط أحمر بالنسبة للمملكة العربية السعودية قبل التحالف. أي من يقول لك أو يوصل لكم معلومات أن هناك تخريج دفعات على الحدود السعودية وما شابه ذلك، هذا غير صحيح. يا سيدي قناتهم تعرض حشود بالآلاف واستعراضات عسكرية، يعني هذا شيء واضح، استعراض لآلاف المقاتلين بالدبابات بالأطقم بالمدرعات. هذه الحشود والإعلان عن تخرج دفعات ورفض الجبهات بآخر مرة كانت 3000 مقاتل، هؤلاء هناك أرض يعني مفتوحة يتم تدريبهم فيها والطيران موجود في السماء. يعني هنا نتساءل أيهما أكثر خطراً، الناس المتواجدين في السوق الشعبية أم الناس الذين يتدربون ليذهبون ليقاتلوا في الجبهات؟ طيب ماذا توفر لديك سيدي عن الأشخاص الذين موجودين في هذا السوق إن كان توفرت معلومات؟ لا أنت تعلم ولا أنا، حتى ظهر النتائج. قد أنت تعلم أن الحوثيين حولوا المدارس والمستشفيات والمواقع التجمع السكانية إلى سكنات عسكرية، ولذا إذا حصل هناك ضربة فقد تكون قوات عسكرية حوثية يعني، ولكن الطرف الآخر قد يحولها إلى مدنيين. نعم، وهنا فيما يتعلق بحادثة الأمس، يعني إلى اليوم أو إلى اللحظة تقريبا لم يوجد أي بيان للتحالف يوضح ما جرى بالضبط، يعني حتى متى سيتم الانتظار ليصدر بيان؟ يعني المفترض أنه الوقت الذي مر هو وقت كافي لأن يحدد التحالف موقفه من هذه الغارة. متى كانت الضربة يا عزيزي؟ الضربة كانت يعني في تقريبا صباح الأمس، صباح اليوم، وإن كانت صباح اليوم إلى الآن اليوم مساء اليوم، يعني لا يوجد موقف حتى اللحظة. هل تعتقد بأن مثل هذا الأمر يتم التصريح خلال 24 ساعة أو حتى 48 ساعة؟ هناك لجان على الأرض، هناك فحص للنوع الأسلحة التي استخدمت في الضربة، يعني الموضوع ليس مجرد خبر وننشر ونتهم ونوجه التهم جزافا تجاه التحالف. هناك لجان دولية التحالف استمر التحقيق في خيمة العزاء في صنعاء، أنت كما تعلم أسبوعين. نعم أسبوعين، وعندما وصل فريق وبحث نوع الأسلحة التي موجودة واتضح أنها من التحالف اعترف التحالف، ولكن الطرف الآخر هل سيعترف؟ هل اعترف التحالف بتجنيد 20,000 طفل؟ نعم، إذن سيد سلمان ابقى معي، سأعود لأكمل معك من هذه النقطة، ولكن دعنا نعود لضيفنا الآخر السيد البراء شيبان. سيد البراء، لعلك سمعت ضيفي الآخر السيد سلمان عسكر يعني تحدث عن أن يعني يجب أن يأخذ أكبر وقت التحالف العربي كي يصل إلى إعلان نتائج واضحة حول هذه الغارات، ولا يجب الاستعجال في رمي التهم من قبل الحقوقيين وأيضا الإعلاميين على التحالف العربي، وأيضا يجب التأكد أن هذه المناطق التي تقصف سواء أسواق شعبية أو غيرها، ما الذي يتواجد فيها؟ يعني يتواجد فيها عناصر مسلحة أم ماذا؟ ما رأيك فيما طرح؟ نحن يعني أولا يجب أن عندما يتم الحديث يتحدث عن نحن نعرف هذه المنطقة، الناس الذي قتلوا في هذه الضربة هم مزارعين من منطقة حجور في حجة. منطقة حجور في حجة هذه يا أخي أكثر منطقة واجهت جماعة الحوثيين. مشكلة التحالف أنه لا يعني إلى الآن ليس هناك استيعاب على الخطر الذي يسببه مثل هذه الضربات. اليوم أنت قتلت مدنيين، غدا يذهب الحوثيين ويجند المزيد من المقاتلين وندخل في دوامة عنف لا تنتهي. اليوم الحوثيين في كلما يكونوا في مرحلة ضعف تأتي مثل هذه الضربات لتعطيهم بعض المشروعية لإستعادة دورهم داخل اليمن. اليوم البلد مختطفة من قبل الحوثيين، وأحد الأسباب أن استمرار هذه الضربات أعطتهم مشروعية حتى أمام المجتمع الدولي، أنهم يجب عليهم الاستمرار في القتال بهذه الطريقة. المنطقة هذه أخي نحن نعرفها، السوق هذا نحن نعرفه، كل من يعني يسأل أبناء محافظة حجة وأبناء
محافظة صعدة المتواجدين عندهم داخل المملكة العربية السعودية، وهم سيشيروا عليهم وسيقولوا لهم عن هذه المناطق. يعني اليوم نحن في زمن الأمور فيها مفتوحة، ليست لسنا في هذا الوضع الذي يعني ما نستطيع أن نعرف ما الذي يحصل بالضبط. لكن النقطة الثانية عندما يقول لي عن الحوثيين، نحن أصلا المفارقة الأساسية أن التحالف يقول أنه عاد استعادة الشرعية واستعادة الدولة من داخل اليمن، فهل نقارنها بجماعة الحوثي؟ جماعة الحوثي اليوم محاصرة المدينة تعز، هل هذا يبرر أن تقوم مثلا قوات في المستقبل من التحالف أن تحاصر مدن؟ بالتأكيد لا. فليس ليس المقارنة تكون أن جماعة الحوثي قامت بانتهاكات وأطلقت صواريخ بالأمس. نعم، يعني أنه أطلقت صواريخ على الجوف نقوم نحن نضرب سوق شعبية في صعدة، هذه يعني المقارنة كهذه غير منطقية. مجال للمقارنة، الواقع الآن يا أخي يا عزيزي، الآن عندما نقول أن التحالف يعترف بانتهاكاته، أليس من الواجب أنه في المستقبل أن لا تتكرر مثل هذه الأخطاء؟ نحن ناشدنا التحالف بأكثر من مرة يا جماعة، يعني بكل الوسائل لا تضربوا المناطق التي بعيدة عن مناطق الاشتباك، لأنكم عندما تقصصوا في مناطق مدنية احتمالية ارتفاع المدنيين أو الكلفة المدنية عالية جدا جدا، وهذا ما جربناه داخل حجة، داخل صعدة، داخل الصنعاء، في كل المناطق. نعم. سيد براء، نقطة أخيرة باختصار، ما واجب الحكومة الشرعية إزاء هذه الضربات؟ ونعيد نفس الإشكالية ونعيد نفس الأخطاء. نعم. الحكومة اليمنية هي المسؤولة، الحكومة اليمنية اليوم أنا أحملها كافة المسؤولية عن ما حدث من هذه الضربة. هي لا تدرك أنها تخسر كل يوم من شرعيتها بسبب التغاضي وتجاهلها مثل هذه الأحداث. اليوم هي مسؤولة أمام كل الشعب اليمني أن تخرج العلن وتقول ما الذي حدث داخل هذه الضربة، وعندما يصلوا إلى النتائج عليها يا أخي أن تطلب من التحالف، يطلبوا من التحالف أن يتوقفوا عن ضرب كل هذه المناطق ببساطة شديدة. يا أخي وضحت الصورة، الكلفة المدنية على المدنيين بهذا الشكل. نعم وضحت الصورة، أشكرك جزيلا الناشط الحقوقي البراء شيبان، كنت معنا من لندن. أعود لضيفي الآخر الأستاذ سلمان عسكر مدير مركز المعلومات بصحيفة الوطن السعودية. سيد سلمان، يعني تحاول قيادة التحالف دائما في كل ما تحدث ضربة خاطئة أو تستهدف مدنيين يعني إلقاء اللائمة على المعلومات التي تصلها من جهات يعني يمنية في الشرعية، هل يمكن القول أن التحالف يعني اليوم بات مخترق ويعني مع كثرة الضربات التي تستهدف أماكن تجمعات المدنيين؟ اولا اسمح لي اصحح سؤالك، من الذي قال لك انها تاخذ المعلومات من طرف الشرعيه؟ من طرف الجيش الوطني، يعني هناك ترفع احداثيات اكثر من مره، يتم احاله الموضوع على انها معلومات مغلوطه وصلتنا وتم الضرب على هذه المنطقه. هذا الكلام غير صحيح يا سيدي. اولا دعني اعلق على موضوع ضيفك الشيباني عندما يقول نحن مرارا تكلمنا مع التحالف ألا يضرب مواقع، وأنه يتكلم عن الموقع الذي فيه حجة. نعم. بأنه موقع سوق وأن الكل يعرف أنه سوق. طيب صحيح كلامه. طيب عمران، الكل يعرف أن عمران منطقة قبلية متسعة وكانت ضد الحوثي، وفجأة بين ليلة وضحاها أصبحت مواقع عسكرية في عمران. يعني ليس السوق بدائما سوق ولا المستشفى بدائما مستشفى. الحوثيين حولوا اليمن إلى قنابل موقوتة في كل موقع وفي كل مكان. هذا في الجانب الأول. الجانب الثاني إجابة على سؤالك يا عزيزي، وأنا أشرت لك قبل قليل، التحالف لا يعتمد على الشرعية في مثل هذه الأمور. هناك رجال على الأرض، هناك قوات. دائما 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 ما يقولوا أن هناك رئاسة هيئة الأركان من يعني يأخذ المعلومات والإحداثيات في معظم الضربات التي تحدث. في المقابل يا عزيزي، أي حرب يحتمل وقوع الخطأ فيها، ليس هناك حرب تسير على مسار واحد وصحيح ولا يمكن أن يحصل فيها أخطاء. نعم. دعنا الآن نكمل الوقت وننتظر، وصدقني وخذ هذا الكلام وأستوردني مرة أخرى. نعم. وسأتراجع عن أي كلام أنا قلته، أن التحالف عندما يثبت له أن هذه الضربة من قوات التحالف سيعترف بكل شفافية وبكل وضوح وبكل شجاعة، ولو لم يكن مهتما في الأمر لما تابع ما تنقلته وسائل الإعلام. نعم. وظهر الناطق الإعلامي ليوضح بأن الأمر تحت الإجراء والمتابعة. يا عزيزي، التحالف حريص على أرواح اليمنيين، وأنت سمعت من ضيفك قبل قليل بأنه يقول طلبوا من التحالف ألا يتم توجيه ضربات
على مواقع قريبة من المدنيين. ولذا فإن قوات التحالف، وهذا استدراكا وإجابة على سؤالك السابق، تبتعد عن العروبة العسكرية التي تكون قريبة من مواقع مدنية وعسكرية. الحوثيين خبثاء ويقيمون تخريج دوراتهم في داخل أحياء سكنية، ولدينا ما يثبت ذلك بالوثائق والصور والأفلام المسجلة، وهم يريدون من ذلك الدفاع عن أنفسهم أولا والحماية من التحالف. هل يعقل أن يضرب التحالف تدريبات عسكرية أو تخريج دفعات داخل في شارع السبعين؟ نعم، إذن الكلام لا يصدق ولا يعقل يا سيدي. نعم، نحن ننتظر، يعني الأيام ستكشف أمور كثيرة فيما يتعلق بالضربة الأخيرة وأيضا أمور أخرى. إذن أشكرك جزيلا سيد سلمان عسكر، صحفي أو يعني صحفي سعودي كنت معنا من الرياض، شكرا جزيلا لك. ينضم إلينا الآن من لندن الدكتور محمد جميح، محلل سياسي. دكتور مساء الخير. مساء النور. مرحبا بك دكتور. إذن في ظل الغارات العديدة التي تستهدف مدنيين، هل يمكن القول أن التحالف فقد البوصلة فيما يخص أهدافه في اليمن؟ أنا أعتقد أن يعني تزايد الفاتورة الإنسانية للضربات الجوية يعني تحتم، وهذا ما نطرحه كثيرا، تحتم إعادة النظر في الاستراتيجية العسكرية. أظن، وأنا لست خبيرا عسكريا صراحة، لكن أظن أن التحويل التركيز من الاهتمام بالجو إلى الاهتمام بالبر أصبح ضرورة. يعني لابد من دعم القوات على البر. دعم القوات على البر ربما يقضي على الفاتورة الإنسانية أو يقلل منسوب الإصابات في المدنيين. على عكس الضربات الجوية أيضا سيساعد كذلك على حسم المعركة على الأرض، لأن المعارك لا تحسم إلا على الأرض، لا تحسم بالطيران، تحسم بالغطاء الجوي. وبالتالي أنا أعتقد أنه يعني أظن أن الاجتماع الأخير الذي كان في الرياض لرؤساء أركان الجيوش المشاركة بالتحالف العربي والوزراء الخارجية ربما تعرض إلى مثل هذه النقطة، في ضرورة عدم، ليس إلغاء الغطاء الجوي، وإنما التركيز أكثر على دعم القوات المرادفة على الأرض في تقدمها، وهي تحتاج إلى القليل من الدعم لأنها تحرز الكثير من الانتصار كما حصل بالأمس في نهم بالقليل من الإمكانيات. وبالتالي فإن تحويل الاهتمام من الجو إلى الأرض إلى البر أصبح ضرورة ملحة لتفادي الإصابات بالمدنيين وأيضا لتسريع الحسم على الأرض. نعم دكتور، هناك أيضا من يتحدث أن أهداف التحالف لم تعد واضحة وأن ما يقوم به فقط هو استهداف للمدنيين، بينما تتحرك يعني عناصر تحالف الانقلاب بكل حرية على الأرض وتقوم باستعراضات عسكرية تخريج دفاع ولا يتم استهدافها، ما تفسيرك لذلك؟ أنا لا أعتقد عندما نستخدم كلمة يستهدف التحالف يستهدف، فهذا معناه أنه جعل المدنيين هدفا، وأنا لا أعتقد أن قوة عسكرية يمكن أن تجعل المدنيين هدفا لعدة أسباب. في مقدمة هذه الأسباب أنها لا تستفيد عسكريا، والسبب المهم أيضا أن الكلفة السياسية والكلفة الإنسانية تكون غالية بالنسبة وعالية على دول التحالف فيما لو أنها استهدفت مدنيين. وبالتالي أنا لا يمكن أن أفهم أن هذه الضربات تأتي في إطار القصف المتعمد على كيان مدني، لأن الكيان المدني غير محارب، وبالتالي هو نعم أتفق معك دكتور، لكن هنا أيضا واحد يعني نوع من الاستغراب، يعني تكرار المتواصل في هذه الضربات يثير الكثير يعني من الاستغراب. هي في الأخير يمكن في تصوري أن تفسر على أنها أخطاء عسكرية لا يمكن أن تكون مستهدفة ومقصودة، ومع ذلك فأن التحول من هذه الاستراتيجية الجوية إلى استراتيجية دعم مقاتلين على الأرض يمكن أن يخفف من هذه الأخطاء. الضغط الدولي أيضا، دخول التحالف في القائمة السوداء في الأمم المتحدة، أيضا مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وقرار توسيع اللجنة التحقيق، هذا كلهم سيسهم بتقييم هذه الكلفة. الأمم المتحدة بالأمس والمفارقة العجيبة، الأمم المتحدة بالأمس يقول أمين عام الأمم المتحدة غوتيريش بأن التحالف العربي التزم بمعايير صارمة للتخفيف أو للتقليل من الإصابات بالمدنيين والأطفال خصوصا. وبالتالي أنا أعتقد أن ما حصل اليوم في الصعدة ينبغي أيضا أن يجعل التحالف يركز على الأهداف العسكرية بشكل واضح. هناك كما تفضلت أخي، هناك يعني عروض عسكرية تقام، لا أدري من ناحية عسكرية هل هذه العروض تعد مدنية أم أنها تعد هدفا عسكريا
لكن هناك ايضا يعني اماكن بعيده عن تجمعات المدنيين لا تقصف احيانا، لا ادري انا لماذا لا تقصف، هل يعني هناك لدى الحوثيين اجهزه انذار مبكر تجعلهم يخلون المواقع العسكريه بشكل مبكر قبل ان تاتي الطائرات، ام ان الاخطاء المكرره تاتي عن طريق هذه دكتور استعراضات بالالاف يعني دكتور حتى وان كان لديهم استشعارات يعني استعراضات بالالاف يعني تحتاج الى العديد من الساعات كي يتم يعني حلها هذه الحشود. وهناك يعني تحصل الحوثيون حتى نكون واضحين، تحصل الحوثيون مؤخرا او ليس مؤخرا يعني من الايام الاولى للحرب على اجهزه صغيرة يعني وجدت حتى لدى القيادات الميدانية، هذه الأجهزات تعطي الذي يحملها إنذارا قبل أن تأتي الطائرة بدقائق للاختباء، وبالتالي هذه تساعد على تقليل الخسائر في صفوف القيادة الميدانية وفي صفوف العسكريين وإخلاء المواقع. لكن هذا لا يؤتي التحالف من مسؤوليته إذا حفظ حياة وأرواح المدنيين خاصة الأطفال والذين دخلهم بالحرب. أتصور أن يعني كما قلت أن التحالف ينبغي أن يراجع استراتيجيته وينبغي أن تكون حياة المدنيين في المقام الأول مقدمة على أي اعتبار عسكري آخر. نعم، إذن أشكرك جزيل الشكر الدكتور محمد جميح المحلل السياسي، كنت معنا من لندن. مشاهدينا بهذا القدر نصل إلى ختام حلقة الليلة من زوايا الحدث، أشكر ضيوفي أيضا، كان معنا الصحفي سلمان عسكر كان معنا من الرياض، وأيضا الشكر للبراء شيبان الناشط الحقوقي كان معنا من لندن. وختاما مشاهدينا تقبلوا تحياتي وتحيات معد حلقة الليلة زميل محمد عبد المغني، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل، حتى نلتقيكم في حلقة قادمة، نترككم في رعاية الله وحفظه.